الأستاذ محمد صالح الفهادي المستشار الإعلامي لقرية ومتاحف ديار العز التراثية، نرحب بك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي العاشر. في البداية حدثنا عن مشاركتكم في الملتقى. الله يحييكم. مشاركتنا بصراحة عن قرية ومتاحف ديار العز، حبينا أن نعرف عن القرية من خلال هذا الملتقى. حبينا أنه نتواجد من خلال الحراك والتفاعل اللي موجود هنا. حبينا نقدم القرية بعد التطوير اللي حاصل فيها. القرية هي عبارة عن رحلة سفر إلى الماضي، إلى الأجداد، إلى حياتهم، إلى كل ما كانوا يعيشون بالأساليب التي يعيشون بها وبالبيئة وبالطبيعة، ومن مأكل وملبس ومشرب ومن احتفالات وإلى آخره. ماذا يقدم هذا الجناح لزوار المعرض؟ يقدم لهم تعريف كامل عن القرية، مثل ما تشوف في مجسم كامل للقرية، وفي فيلم كامل يعرض القرية. أيضا في عندنا البروجيكتر كنموذج للحرفيين المتواجدين في القرية. أيضا هناك بعض الأشياء التي قدمناها للأطفال من الملابس والإكسسوار والتصوير الخاص بهم. تواجدنا لنتفاعل مع الجميع هنا وكي نعرف عن القرية بأسلوب